بسم الله والابن والروح القدس واحد امين له المجد والعظمه الابد امين. طبعا انا بهنئ قناه الحريه بعيد ميلادها 11، وبقول لكم دايما من تقدم لتقدم، ودايما تجمعوا خراف ثمار للحياه الابديه، وتساعدهم على عوده الخروف الضال لطريق الملكوت. ودي رسالتكم، دي رساله في غايه الاهميه، ان كنتم توصلوا كلمه انجيل للعالم كله، انكم تنقذوا النفوس البعيده من الهلاك، ان عرفهم الناس طريق ربنا. دي رساله في غايه الاهميه، فانا بشكركم، وضروري انكم تستمروا وتنهضوا اكتر، وعلى قد تعبكم هتاخدوا اكليلكم. لا ترتخى ايديكم لان لعملكم اجر، لا ترتخى ايديكم لان لعملكم اجر. ونشكر ربنا ان اصبحت القناه لها شهره كبيره، وكتير جدا في انحاء العالم بيتابعوها، وده امر يفرح. بقول لكم انتم بتاخدوا اجر سماوي اكتر ما بتاخدوا اجر ارضي. الاجر السماوي هو اللي باقي لكم، لانكم انتم بتعملهم، ده تعتبر بتعمل في حقل الكرازه. فانتم لما بتساعدوا في حاجه زي كده بيبقى لكم اكليل سماوي واجر سماوي، وده الاهم وده الافضل. وعشان بقول لكم استمروا ولا ترتخى ايديكم لان عملكم اجر، واجر سماوي من تقدم لتقدم. وكل سنه طيبين، ربنا يوفقكم ودايما لقدام. شكرا ليكم.